نحن الآن معكم من أمام الفندق الذي شهد حادث انتحار طالبين في ظروف غامضة حتى الآن، وحادث مروع. طالبان يتخلصان من حياتهم شنقا داخل الغرفة في فندق بالإسكندرية في ظروف غامضة حتى الآن. نحن الآن أمام الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ ساعات اليوم بعد العثور على طالبان داخل فندق. كانوا استأجروا غرفة داخل فندق بمنطقة محط الرمل، ووجدوا اليوم منذ ساعات مشموسين في حالة انتحار، مستخدمين في ذلك جنازير حديدية عبارة عن أقفال التي تستخدم في قفل الموتوسيكلات. وعلى الفور حضرت إدارة البحث الجنائي وقسم شرطة العطارين إلى محل الواقعة، وتجري الآن مباحث قسم العطارين تحرياتها لكشف غموض الواقعة، وبالكشف من بيانات الطالبان بيناتهم من بطاقات الرقم القومي التي وضعوها في الفندق للاستعلام عنهم وعن أهلياتهم، ومن التحريات الأولية للواقعة أن الطالبان من محافظة الإسكندرية. ويعني التحريات الأولية يعني هو طالب في كلية الطب والآخر في كلية الهندسة على حسب التحريات الأولية. تم نقل جثتين الطالبين إلى المشرحة بمنطقة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي حضرت إلى الفندق وقامت بالمعاينة الأولية للمكان من الداخل والأدوات المستخدمة في عملية الانتحار، وتجري مباحث قسم شرطة العطارين وإدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية من تحرياتها للوصول إلى كافة التفاصيل وسبب قيام هذين الطالبان بالانتحار، مستخدمين جنزير وأقفال حديدية تستخدم في قفل موتوسيكلات في الحادث.